أهلا بكم. مع دخول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 82 وتزايد حدة القتال في الجبهات الشرقية، رجحت المخابرات العسكرية البريطانية فقدان روسيا نحو ثلث القوات البرية التي نشرتها في أوكرانيا، وأن هجومها على منطقة دونباز فقد زخمه. وإلى إزيوم التي تسيطر عليها روسيا، قالت أوكرانيا إنها تعمل على شن هجمات مضادة في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة. بدوره قال حاكم منطقة ليفيف إن الصواريخ الروسية دمرت منشآت عسكرية في منطقة يافوريف بالقرب من الحدود مع بولندا، وإلى ميناء ماريوبول حيث بات خاضعا للسيطرة الروسية باستثناء مئات من الجنود الأوكرانيين الذين ما زالوا متحصنين في مصنع الصلب في أزوفستال. والآن مشاهدينا الكرام، نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن الأوكرانية التي شهدت تطورات ميدانية.